فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس المنتخب رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الشيخ الغزواني قد غادر ظهر اليوم العاصمة الفرنسية باريس بعد زيارة حضر خلالها افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. وكان في توديع فخامة رئيس الجمهورية في مطار باريس محمد يحيى والتيس سفير بلادنا في باريس ومولاتي المختار سفيرة بلادنا لدى اليونسكو وطواقم البعثتين الدبلوماسيتين لبلادنا في باريس.